الرئيس السيسي يصل نيودلهي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية. رئيس مجلس الوزراء يتابع آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ. بسبب قضايا فساد في توريدات الجيش، إقالات واستقالات تعصف بالحكومة الأوكرانية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. القاهرة ونيودلهي عاصمتان لدولتين من أعرق الأمم تاريخياً. أما جغرافياً فمصر هي صاحبة الموقع الفريد والمكانة البارزة عربياً وإفريقياً، بينما الهند هي أحد أقطاب القارة الآسيوية والعالم. قواسم مشتركة كبيرة تجمع مصر والهند على الأصعدة كافة، سياسياً، اقتصادياً وثقافياً، تعود لعقود مضت وسط رغبة متزايدة من قيادتي البلدين لدفع وتعزيز هذه العلاقات وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشتركة. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الهندية نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. ولدى وصول سيادته العاصمة الهندية نيودلهي كان في استقباله كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في الهند. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن دعوة السيد الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا والاهتمام العميق من الجانب الهندي. رحب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للهند كضيف رئيسي لاحتفالات البلاد بيوم الجمهورية. ووصف رئيس الوزراء الهندي على حسابه في تويتر زيارة الرئيس السيسي التاريخية بأنها تمثل مسألة سعادة بالغة لجميع الهنود، كما أعرب مودي عن تطلعه للمناقشات مع الرئيس السيسي غدا. إذن هي علاقات وطيدة تمتد جذورها عبر التاريخ، تربط مصر والهند وتشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات. تعددت الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين، ما أضاف زخما كبيرا للعلاقات بين القاهرة ونيودلهي. علاقات وطيدة تمتد جذورها عبر التاريخ بين مصر والهند، وهو ما عكسته الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، حيث أعطت تلك الزيارة مزيداً من الزخم في العلاقات. ففي أكتوبر عام 2015 كانت أول زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند لحضور قمة منتدى الهند إفريقيا والتي عقدت في العاصمة نيودلهي، وعلى هامشها كان لقاء الرئيس السيسي برئيس الهند السابق برناب مخرجي، فكانت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعظيم التعاون الاقتصادي والسياسي أبرز ما تناوله اللقاء.
وفي العام 2016 قام الرئيس السيسي بزيارة للعاصمة نيودلهي استجابة لدعوة الرئيس الهندي برنام مخرجي، حيث عقد الزعيمان مباحثات قمة تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، فضلا عن تطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما في ضوء التحديات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية. وفي العام 2022 أرسلت الهند وزير خارجيتها إلى مصر لتأكيد ما تم الاتفاق عليه والتباحث بشأنه خلال لقاءات القمة للرئيس السيسي والرئيس الهندي، فكانت مباحثات الرئيس السيسي ووزير الخارجية الهند في ذات الإطار، وعلى رأسها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين. وتأكيداً على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وجهت الهند الدعوة لمصر لتشارك في جميع اجتماعات وفعاليات مجموعة العشرين والتي ستترأسها الهند في الدورة الراهنة لمدة عام. فشاركت مصر بالفعل في الاجتماع الأول لممثلي قادة الدول والحكومات بمدينة أوديابور الهندية لوضع خارطة طريق لاجتماعات المجموعة. العلاقات المصرية الهندية شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية على كافة المجالات، عكست حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلاً عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية بما في ذلك الهند. وللمزيد من المتابعة والتحليل لهذه الزيارة وأبعادها معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ جمال. بداية، ما عنوانك الرئيس لهذه الزيارة في توقيتها وأجندتها؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. العنوان الأبرز أن العلاقات المصرية الهندية علاقات قديمة وراسخة، وأيضا تشهد تطور ملحوظ عقب عام 2014 بالتحديد، وهذا الزخم انطبع على جودة العلاقات سواء الاقتصادية أو حتى السياسية أو مختلف المجالات. بنتحدث عن علاقات ممتدة لأكثر من 75 عام من العلاقات المتميزة للغاية والمستقرة أيضا. ويمكن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الثالثة للهند الآن، بتؤكد أن الدولة المصرية أيضا لديها إرادة قوية لتعزيز علاقاتها مع الهند، وأيضا الهند لديها نفس الإرادة لتحسين وتعزيز العلاقات المصرية الهندية. الأرقام في الحقيقة ولغة الأرقام خير دليل على جودة هذه العلاقات. بنتكلم على أكثر من 7 مليارات دولارات من التجارة البينية. الجيد أيضا أن ميزان التبادل التجاري معتدل. الصادرات المصرية للهند بتتجاوز 3 مليارات دولار. إذا هناك ميزان تجاري أيضا معتدل. بنتكلم على أكثر من 50 شركة كبيرة من الهند بتستثمر في الداخل المصري. بنتكلم على مجالات متنوعة سواء المجالات الخاصة بالتصنيع وأيضا الزراعة أو الصناعات الدوائية والتكنولوجية وغيرها من الأمور. أيضا حتى على الصعيد الثقافي، ويمكن يعني هناك تقرير مميز نشرته وسائل الإعلام الهندية أمس بيتحدث عن أن كيف كانت بوليوود جسرا مهما جدا للتواصل ما بين مصر وما بين الهند، وكيف أن الثقافات الهندية والمصرية لديهم روابط مشتركة. وفي الحقيقة أن من يرصد الترحيب الموجود الآن في هذه الزيارة سواء عبر وسائل الإعلام الهندية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى التغريدة التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي منذ قليل ووصف هذه الزيارة بالزيارة التاريخية، من يرصد كل هذا الاحتفاء بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تمام الإدراك قيمة مصر الحقيقية أمام المجتمع الدولي بشكل عام. طيب أستاذ جمال، إلى أي مدى يمكن البناء على هذه الخلفية التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية بين البلدين للعمل على مواجهة التحديات الحالية؟ العالم كله يتحدى حرب روسية أوكرانية، العالم كله يتحدى ظروف اقتصادية صعبة. إلى أي مدى أنت تنتظر تعاون اقتصادي مرتقب بين البلدين على خلفية هذه الزيارة؟ يمكن بالتأكيد العنصر التاريخي والثقافي والحضاري مهم جدا، ويمكن إشارة حضرتك لهذه النقطة بالغة الأهمية، لأن ما كان يتم الترويج له من فكرة صدام الحضارات، أعتقد أن الحضارات القديمة والراسخة الآن بتصنع ما يمكن أن نسميه ائتلاف الحضارات. حينما تتآلف هذه الحضارات الآن الكبيرة والراسخة في التاريخ زي الحضارة المصرية أو الحضارة الهندية، أعتقد أن هم الآن بيكونوا شراكات مهمة للغاية بتفيد الدولتين. وبالتالي حينما تتلاقى هذه الحضارات الآن وتتلاقى هذه الثقافات المهمة جدا،
بالتأكيد سوف يكون هناك مخرج قوي جدا، وإدراك الدولة المصرية والدولة الهندية وغيرهم من الشركاء أن الوقت الراهن في ظل هذه المتغيرات الدولية يحتاج إلى هذه الرؤى المتقاربة. يجب أن نرى نقاط الاتفاق، لا يجب أن نرى نقاط الاختلاف فقط. علينا أن نحدث نوع من أنواع ائتلاف الحضارات، ونبني على هذا، ونمضي نحو تعاون حقيقي ينقذ ما يمكن إنقاذه، لأن العالم يواجه الكثير من التحديات. صحيح. سواء على صعيد الأمن الغذائي أو الأمن الطاقة أو صحيح. الوضع الاقتصادي بشكل عام، وبالتالي حينما يكون نعم أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، أشكرك جزيل الشكر. هذا وتعد مصر والهند من أبرز أركان دول العالم النامية الواعدة وغير المنحازة. تجمع الدولتين علاقات وثيقة تفرضها السمات المشتركة للبلدين من حيث الأهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. بجذور راسخة واحترام وثقة متبادلة، تجمع مصر والهند علاقات تاريخية تعكس قوة ومتانة العلاقات بين الشعبين بوجه عام، والقيادة السياسية لكلا البلدين على وجه الخصوص. لتتنامى العلاقات بعد الاشتراك في صياغة مواقف الدول النامية عقب التحرر من الاستعمار، وتنعكس العلاقات الثنائية بوضوح في عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية منذ إنشاء جمعية الصداقة المصرية الهندية التي تأسست عام 1952. العلاقات المشتركة شهدت تطورا كبيرا على كافة المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وحرصت الدولتان على تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية، وهو ما يظهر جليا في المشاورات المتواصلة التي تمت وتتم بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى نيودلهي في عام 2016 ولقائه مع رئيس جمهورية الهند براناب مخرجي واحدة من أهم الزيارات في تاريخ العلاقات بين البلدين، والتي مهدت الطريق لعلاقات ثنائية أكثر عمقا. محطة فاصلة أخرى شهدتها العلاقات الثنائية ترجمتها مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثالثة لمنتدى الهند أفريقيا عام 2015، ليتحدث الرئيس السيسي وقتئذ عن استشراف آفاق جديدة للعلاقات الثنائية تضمن تكثيف التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين. وتأكيدا على ارتقاء العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وجهت الهند دعوة لمصر في ديسمبر الماضي للمشاركة في جميع اجتماعات وقمة مجموعة العشرين، والتي ستتولى الهند رئاسة دورتها الحالية ولمدة عام. هنا تتحدث المواقف والأحداث لتروي قوة التاريخ الطويل بين البلدين، والذي ينعكس إيجابيا على مستقبل العلاقات الثنائية في ظل أعمال الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر، والتي تعد الهند خلالها أحد الشركاء البارزين. أكد السفير المصري لدى الهند وائل حامد أن اختيار مصر كضيف شرف لحضور احتفالات عيد الجمهورية بالهند يعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين. وأضاف حامد خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن العلاقات المصرية الهندية تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، مشيدا بمشاركة مصر في مجموعة العشرين، حيث سيكون بينها وبين الهند تكامل كبير خلال تلك القمة. أول مرة تشارك فيها مصر في مجموعة العشرين بصفتها الوطنية، هنا هي شاركت مصر قبل كده ولكن بصفتها رئيسة للاتحاد الأفريقي، هذه ستكون أول مرة مصر تشارك فيها بصفتها الوطنية، والقضايا متنوعة ومتشعبة كثيرا جدا فيما يتعلق بالاقتصاد الدولي. ولكن المهم في هذا الموضوع أن نتذكر دائما أن مصر كدولة نامية والهند كدولة نامية أولوياتهم متشابهة، بل ربما تكون متطابقة.
سواء تتعلق بتغير المناخ، تتعلق بتوفير فرص العمل، تتعلق بتوفير التمويل للتنمية، تتعلق بأزمة المديونية، تتعلق بأمور كثيرة جدا مرتبطة بظروفهم كدول نامية. فمن هذا المنطلق مصر والهند سيكون موقفهم متكامل بحيث ان هم يقدروا يعبروا عن توجهات الدول النامية بشكل عام في إطار مجموعة العشرين. كما أشار سفير مصر لدى الهند وائل حامد إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر بلغ أكثر من 3 مليارات دولار. وأضاف سفير مصر بالهند أنه خلال الفترة الماضية تم الاتفاق على العديد من الاستثمارات خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى الآفاق الكبيرة للتجارة والاستثمار بين البلدين. المجال كبير ورحب وفي آفاق كبيرة جدا للتجارة والاستثمار ما بين البلدين. ويمكن جزئية مهمة جدا بنتكلم فيها مع الجانب الهندي أن مصر ليست هي الدولة ذات السوق الداخلي 100 مليون مواطن وبس، لا، مصر هي منصة تستطيع الهند أنها تصل فيها الأسواق. يقدر عدد السكان فيها بواحد وثلاثة من عشرة، اللي هو نفس العدد بتاع عدد سكان الهند، أكبر دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بعدد سكان. لأن من خلال التواجد في مصر تستطيع الاستثمارات الهندية والمنتجات الهندية التي تصنع في مصر الوصول إلى السوق الأوروبية، تستطيع أن تصل إلى السوق الشرق أوسطية والعربية، تستطيع أن تصل إلى السوق الأفريقية، لأن ما جميع هذه المناطق إحنا عندنا اتفاقية تجارة حرة. اعرب السفير الهندي بالقاهره اجيت جوبتي عن فخره بزياره الرئيس السيسي لبلاده كضيف الشرف في الاحتفال بيوم الجمهوريه. وشدد سفير الهند على ثقته بان العلاقات بين البلدين ستصل الى مستويات متقدمه. Very bright and President Sisi's visit to India. فخور جدا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند كضيف شرف في اليوم الوطني للهند هذا العام. متأكد أن العلاقات بين البلدين ستصل إلى مستويات متقدمة. إنها المرة الأولى التي ندعو فيها رئيسا مصريا لحضور العيد الوطني كضيف رئيسي. خلال الزيارة ستعقد مباحثات بين الرئيس السيسي وكل من رئيسة الهند ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين، كما سيتم توقيع عدة اتفاقيات ثنائية لبحث زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. أنا واثق أن العام الجديد سيشهد انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين. أكد سفير بعثة جامعة الدول العربية بالهند السفير يوسف محمد الجميل أكد أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف في يوم الجمهورية بالهند يعد حدثا بارزا ويؤكد على دور مصر الإقليمي والدولي. وأضاف سفير جامعة الدول العربية بالهند أن هذه العلاقات تعزز كذلك العلاقات العربية الهندية وكذلك المصرية الهندية. دعوة الجانب الهندي واختيار فخامة الرئيس المصري لزيارة الهند في هذه المناسبة اللي يهتم فيه الجانب الهندي اللي هو يوم الجمهورية الهندي يعد يعني حدثا بارزا يدلل على أهمية دور مصر على المستوى الإقليمي والدولي، وتعطي زخم جديد للعلاقات العربية الهندية وكذلك المصرية الهندية. ومثل ما يعني تم تصريح عن هذه الزيارة ستكون مهمة وستكون فيها يعني فعاليات هامة، يرافق فخامة الرئيس عدد كبير من المسؤولين، يعني مما سيعطي أيضا دفع للعلاقات المشتركة في شتى المجالات، وخاصة نتكلم عن المجالات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الذي قطعت شوطا كبيرا في المرحلة الأخيرة. تشهد الهند غدا الاحتفالات الرسمية بيوم الجمهورية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف. وقد تأهبت العاصمة نيودلهي للاحتفال بانتشار الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي إلى جانب أعلام الهند. في هذا المكان ومن أمام بوابة الهند، هذا المعلم الرئيسي بالعاصمة نيودلهي يستعد ما يزيد عن 1.3 مليار هندي للاحتفال بيوم هام جدا في ذاكرة الشعب الهندي، يوم الاحتفال بيوم الجمهورية. هذا اليوم الذي استبدل فيه الشعب الهندي والوثيقة، وثيقة القانون الهندي التي صدرت 1935 بالدستور الهندي 1950، وفي هذا اليوم أيضا في 26 من
من يناير تم استقلال الهند، إعلان استقلال الهند عن الاحتلال البريطاني. وكما نتابع هنا في هذا الممر الرئيسي الذي سوف تقام فيه الاحتفالات الكبرى بالهند، نتابع العلم المصري يعانق علم الهند، حيث تم دعوة مصر كضيف رئيسي للاحتفال بهذا الهام في ذاكرة الشعب الهندي. ويشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية بعد أن تلقى دعوة من رئيس الوزراء الهندي كمشاركة مصر كضيف شرف رئيسي في هذه الاحتفالات الهامة. دعوة وحضور يعكس أواصر العلاقات القوية التي تربط مصر بالهند، وكذلك تنمية تلك العلاقات في الآونة الأخيرة في ظل ما يشهده العالم من حالة استقطابات قوية تنأى مصر والهند بنفسهما عن هذه الاستقطابات. وأيضا المشاركة المصرية في احتفالات الهند بيوم الجمهورية تتزامن مع احتفال مصر والهند بمرور 75 عام على العلاقات المصرية الهندية. من نيودلهي محمد عبد الله للتلفزيون المصري. تشهد العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث يحرص الجانبان على تكثيف الاتصالات وزيارات رفيعة المستوى. وللمزيد من التفاصيل مع زميلتي ميرنا إيهاب. أهلا بكم. تعتز مصر دوما بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وتحرص على تعزيز مجالات التعاون وتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات. العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث حرص الجانبان على تكثيف الاتصالات والزيارات رفيعة المستوى، والتي كان آخرها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والذي أعرب خلالها عن تطلعه إلى استكشاف أفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر والهند وصولا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، خاصة في ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. الهند هي سادس أكبر شريك اقتصادي لمصر، بينما تعد مصر تاريخيا أحد أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الأفريقية، حيث زادت التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 75% على أساس سنوي في السنة المالية 2021-2022، وبلغ مجموعها 7.26 مليار دولار. ومن أبرز المجالات الواعدة في مسار العلاقات بين البلدين مجال الطاقة، حيث وقعت الهند ومصر مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمار 8 مليارات دولار وبطاقة 220 ألف طن متري سنويا. أما الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة خطر الإرهاب انعكس على العلاقات بين البلدين، حيث تسعى الهند دوما إلى تبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني والتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات. ويولي البلدان اهتماما كبيرا بتنمية وتعزيز المجال الثقافي والأكاديمي، حيث بدأت مراكز الأبحاث والجامعات بتنظيم عدة ندوات فكرية وثقافية بين مفكري ومثقفي البلدين، والحرص على المشاركة المستمرة في المهرجانات الثقافية الفنية بالبلدين، كما أن هناك فرصا لتنويع مجالات التعاون الثقافي مثل الترميم وصيانة الآثار وإقامة معارض للآثار المصرية في الهند. تنظر القاهرة لنيودلهي باعتبارها عاصمة لإحدى أعرق الأمم تاريخيا على مستوى العالم، مع استمرار إسهاماتها الكبيرة في محيطها الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تستهدف فيه الهند الوصول بعلاقتها مع مصر لمستوى الشراكة الاستراتيجية. وهكذا تمثل القاهرة ركيزة استقرار في منطقة الشرق الأوسط وبوابة عبور للهند لتعميق علاقاتها مع القارة الأفريقية. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة، والذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 من يناير. وأكد رئيس مجلس النواب في برقيته على تخليد ذكرى شهداء رجال الشرطة الأبرار الذين قدموا أرواحهم ثمنا غاليا فداء للوطن وحماية لترابه المقدس،
وتقدم بالتهنئة لرجال الشرطة البواسل والشعب المصري العظيم بهذه المناسبة. كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة تلك الذكرى، مؤكدا أن ذكرى عيد الشرطة تمثل يوما تاريخيا مجيدا. هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. وأكد رئيس مجلس الشيوخ في برقيته أن الشرطة المصرية جسدت خلال معركة الإسماعيلية أروع صور البطولة والفداء دفاعا عن أرض مصر وعن أمنها. كما سطر شباب مصر المخلصون في عام 2011 ذكرى جديدة خلدت في أحضان تاريخ المصريين يوم أنثاروا في 25 يناير، وكانت غايتهم هي مستقبل وواقع أفضل للوطن. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة لوزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. وأكد الفريق أول محمد زكي على تقدير القوات المسلحة بكل فخر واعتزاز لدور الداخلية المشرف في تأمين الجبهة الداخلية والسهر على أمن وسلامة المجتمع. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لوزير الداخلية بهذه المناسبة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة، مع التأكيد من عملية سير منظومة الشحن المسبق بشكل فعال والذي يسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء إجراءات خروج الحاويات بالموانئ بأقصى سرعة ممكنة، حيث وصل إجمالي المفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير 2023 ما يزيد على 1.5 مليار دولار. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الإشارة إلى الدور الهام للمجلس الأعلى للموانئ في إطار القرار الصادر مؤخرا بإعادة تشكيله وما يتضمنه من اختصاصات يتولاها المجلس، من بينها وضع مراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية وتبني استراتيجية موحدة لكل الموانئ، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق بينها سعيا لجذب المزيد من الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 504 أطنان. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 211 طنة. وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 280 طنة. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 13 طنة. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 483 قضية، من بينها 200 قضية خبز ناقص الوزن و 176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات 617 طنة.
حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن القيادة الروسية تجمع قواتها لتوسيع هجومها على الأراضي الأوكرانية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف عقب استقبال زيلينسكي للرئيس الفنلندي سولي نينيستو. من جانبه قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو قال إنه لا يوجد قرار نهائي لبلاده بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ألمانية الصنع، موضحا أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بلاده هي الدولة الوحيدة غير العضوة في الناتو التي تمتلك دبابات ألمانية الصنع، بالإضافة إلى حدودها الطويلة مع روسيا. كانت بولندا قد طلبت رسميا الإذن من ألمانيا لنقل عدد من دباباتها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن فنلندا والدنمارك على استعداد للانضمام إليها في إرسال الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في روسيا يضاهي أحجام الإنتاج في جميع أنحاء العالم. وأضاف بوتين أن موسكو تنتج 3 أضعاف إنتاج الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الروسي مع حاكم منطقة بلغرود الحدودية مع أوكرانيا، والذي أكد نجاح الدفاعات الروسية للتصدي للهجمات التي تطلق من الأراضي الأوكرانية. إلى ذلك أكد الكريملين أن تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا سيؤثر حتما على العلاقات بين روسيا وألمانيا. وأشار الكريملين إلى أن العلاقات الروسية مع الدول الغربية وصلت إلى أدنى مستوياتها، لافتا إلى أن تسليم ألمانيا دبابات لأوكرانيا سيؤثر على علاقات موسكو المستقبلية مع برلين. قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قال إن أوكرانيا اقترحت توقيع اتفاقية تحييد بينما تواصل تدريب وتسليح المقاتلين في محاولة لزعزعة استقرار بيلاروسيا. واتهم لوكاشينكو الدول الغربية بتسليح مسلحين في أوكرانيا يمكنهم أن يزعزعوا استقرار الأوضاع في بيلاروسيا. كشفت صحيفة دير شبيغل الألمانية عن أن المستشار الألماني أولاف شولتس وافق على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا. من جانبها قال المتحدث باسم شركة راين ميتال الدفاعية الألمانية قال إن الشركة قد تسلم 139 دبابة ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر. وأكد المتحدث باسم الشركة أن الشركة يمكنها تسليم 29 دبابة ليوبارد بحلول إبريل إلى مايو، إضافة إلى 22 دبابة أخرى من الطراز نفسه في نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. التضخم يرفع عجز الميزانية البريطانية إلى 27 مليار استرليني. We'll be right back.
انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر الثالث على التوالي في يناير مع استمرار ضعف الصادرات وسط تدهور التوقعات العالمية. هذا وسجل مؤشر جيبون بانك لمديري مشتريات قطاع الصناعة التحويلية انخفاض انتاج المصانع والطلبيات الجديدة للشهر السابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي. أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن مدفوعات الحكومة البريطانية ذات الصلة بالحد من تأثير ارتفاع فواتير الطاقة أدت لارتفاع الاقتراض العام في المملكة المتحدة إلى أكثر من 27 مليار جنيه استرليني منذ ديسمبر الماضي، ويعد هذا أعلى معدل منذ بدء السجلات الحديثة قبل 30 عاما. وأشار المكتب إلى أن الإنفاق الحكومي البريطاني الشهر الماضي تجاوز الإيرادات بمقدار 27.4 مليار جنيه استرليني، وهو أعلى بمقدار 16.7 مليار جنيه من الاقتراض خلال ديسمبر 2021. تجرى تحقيقات مع شركة الطاقة البريطانية على خلفية اتهامات لها بإجبار المستهلكين على الدفع المسبق قبل الحصول على الإمدادات. يعاني أكثر من 3 ملايين بريطاني من الظلام والبرد بعد انتهاء الرصيد الائتماني في العدادات مسبقة الدفع. أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها على خلفية الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها القاتمة على الأوروبيين. هنا في بريطانيا تواجه شركات الطاقة تحقيقات موسعة على خلفية اتهامات لها بإجبار المستهلكين على الدفع المسبق قبل الحصول على الإمدادات، الأمر الذي أدى لقطع الغاز عن ملايين الأشخاص. وزير الأعمال والطاقة البريطاني تعهد بالتصدي لإساءة معاملة مستهلك الطاقة من قبل الموردين، مطالبا في الوقت ذاته شركات الطاقة بالتوقف عن النقل القسري للمستهلكين إلى العدادات مسبقة الدفع في إجراء اعتبره ممارسة ضارة ومقلقة من مقدمي الخدمة تجاه المستهلكين. وزير الطاقة شدد أيضا على ضرورة توقف شركات الطاقة بشكل طوعي عن قطع الإمدادات عن المستهلكين والتراجع عن أوامر وقف الخدمة التي أرسلت للعملاء خلال الأوقات الأخيرة. من المتوقع أن ينظر مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني في اتخاذ إجراءات قانونية إذا تبين أن الزيادة في عدد المستهلكين المجبرين على عدادات الدفع المسبق رافقها عدم إيلاء الشركات العناية الواجبة للأسر ضعيفة الموارد والمستحقة للدعم. يواجه البريطانيون أسوأ أزماتهم خلال الشتاء الحالي مع شركات الطاقة، حيث عانى 3.2 مليون شخص من محنة الظلام والبرد بعد انتهاء الرصيد الائتماني في العدادات مسبقة الدفع. قالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين إن المواجهة المسلحة بين تايوان والصين ليست خيارا على الإطلاق، متعهدة بتعزيز دفاعات الجزيرة. وخلال خطابها بمناسبة العيد الوطني لتايوان، أبدت تساي إنغ وين استعدادها لإجراء محادثات مع بكين، مشددة على ضرورة الالتزام بسيادة وديمقراطية بلادها. عثرت السلطات الأمريكية على وثائق سرية في منزل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقالت وسائل أعلام أمريكية إن محامي مايك بنس عثر على 12 وثيقة سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق بولاية إنديانا، وقد تم تسليمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي فتح بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية تحقيقا بشأن الوثائق السرية وكيفية وصولها إلى منزل بنس في ولاية إنديانا. وقالت مصادر مسؤولة إن مايك بنس طلب من محاميه إجراء تفتيش لمنزله بدافع الحذر، وخلال عملية البحث تم العثور على الوثائق السرية، ولم يتضح حتى اللحظة ما هي الوثائق أو ما هي مستوى حساسياتها أو تصنيفها. طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالإسراع في تمرير تشريع جديد يحظر الأسلحة. يأتي ذلك في أعقاب حادثة كاليفورنيا الأخيرة التي أسفرت عن سقوط ضحايا. من جديد يحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بمجلسيه على الإسراع في تمرير تشريع جديد يحظر الأسلحة الهجومية، وذلك عقب أحداث إطلاق النيران الأخيرة ومن بينها حادثة كاليفورنيا والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه عندما وقع مشروع القانون المسمى بقانون المجتمعات الأكثر أماناً، طالب بالحفاظ على المجتمعات آمنة وإبقاء الأسلحة النارية في منأى عن الأيدي الخطرة. ورغم أن قانون المجتمعات الأكثر أماناً اعتبر في وقتها من أقوى الإصلاحات في هذا الملف منذ 30 عاماً، إلا أن الولايات المتحدة شهدت مأساة تلو الأخرى، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي من كولورادو سبرينغز إلى مونتيري بارك، وأعمال العنف اليومية باستخدام الأسلحة التي لا تتصدر عناوين الصحف. الرئيس الأمريكي جو بايدن أقر بأن مدى هذه الإصلاحات لم يرقى إلى ما كان يتطلع إليه، لكنه أصر على أنها كفيلة بحماية حياة الكثيرين على كل حال. يعد العنف باستخدام السلاح أزمة كبيرة في الولايات المتحدة، حيث حدثت أكثر من 600 عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الأشخاص في عام 2022 وفقاً لموقع أرشيف عنف الأسلحة. في الوقت نفسه قتل أكثر من 44 ألف شخص بأعيرة نارية في عام 2022 في حوادث صنف نصفها كحوادث انتحارية. ويملك واحد من كل 3 بالغين في الولايات المتحدة سلاحاً واحداً على الأقل، بينما يعيش واحد من كل 2 بالغين في منزل يحوي قطعة سلاح. يذكر أن الولايات المتحدة وحدها تستحوذ على 31% من الجرائم المرتكبة باستخدام السلاح في العالم. وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار التعاون بين جهات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ووفقا للتوجيهات الرئاسية. ينص البروتوكول على التعاون بين الجانبين في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للعمل على عدد من الملفات والمبادرات كمبادرة ازرع وتحديث نظم الري والاهتمام بصغار المزارعين، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة. مهم جدا ان احنا يبقى فيه يعني توقيع بروتوكول للتعاون ما بين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وما بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وده كمان يمكن بعد المؤتمر الاول للتحالف الوطني وبعد إشادة السيد الرئيس بمبادرة ازرع وتكليفه ان يتم التوسع في استهداف ملف الزراعة وتنمية صغار المزارعين بالشراكة وبالتعاون مع الحكومة. ويمكن احنا لينا ان شاء الله يبقى دور كبير كمجتمع مدني، كجمعيات أهلية، كروابط فلاحين وتعاونيات زراعية في التعامل مع الملف ده على الأرض. نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم جلسة الحوار المجتمعي 11 بقرية دار السلام مركز طامية لسماع ومناقشة اقتراحات المواطنين بشأن الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شهدت جلسة الحوار تعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة وما تقدمه المبادرة ومراقبة المشروعات بعد تنفيذ، والتعريف بمظلة الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين. بنتشرف بالسادة الحضور وبنقول لكل القائمين على حياة كريمة أو على المشروعات اللي السيد الرئيس متبناها، فعلا فعلا انتم نزلتوا للقرى، نزلتوا للنجوع، حسيتوا فعلا بالمواطن المحتاج كده، المساعدات فعلا بتصل للمستحقينها. فعلا كل الشكر للقيادات السياسية والقيادات التنفيذية. أحب أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفكرة بتاع حياة كريمة. أنا جيت النهاردة عشان أشرح وأتكلم عن المشاكل الموجودة في القرية، ماشي. وبالنسبة للوضع بتاع حياة كريمة موضوع كويس. افتتح محافظ الإسماعيلية شريف بشهرة معرض أهل رمضان بحديقة الشيخ زايد بنطاق حي 3، وهذا يشتمل المعرض على كافة السلع الغذائية والاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وبجودة عالية. يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين طوال فترة إقامة المعرض. أول مرة
على مستوى الجمهورية وإسماعيلية طبعا، تعمل معرض أهرام رمضان قبليه بشهرين. يعني المعرض ده هيستمر 3 أشهر. المعرض ده موجود في المحافظة نفسها في المدينة، وله فروع في كل بره في الضواحي. عندنا رز وعندنا خضار وعندنا زيت وكل حاجة موجودة الحمد لله. تواصل معارض أهلا رمضان المتواجدة في مدن دمياط تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة. هذا وتشتمل معارض أهلا رمضان على كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين وبتخفيضات تصل إلى 20%. موجود جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة من 20-30%. عندنا لحوم وعندنا لحوم ومواد غذائية وعندنا زيوت وعندنا زيوت بمستوى عالي جدا وجودة عالية جدا، وعندنا مكرونة وعندنا رز وعندنا جميع السلع اللي بيحتاجها البيت المصري. كتر خير الدولة وكتر خير الرئيس السيسي، مبادرة جميلة ويا ريت تستمر معانا على طول، أسعار ممتازة وجميل زي الفل. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا مجهود جبار عشان توفير السلع للناس الأقصى احتياجا. طبعا بالنسبة برضو سلعة الرز على أقصى موجود، يعني جهد اللي هم يوفروه للناس عشان طبعا عدم الاحتكار وعدم الكلام في أي أسعار تانية. يعني تقدم معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها في مختلف مدن محافظة الأقصر دعما كبيرا للأهالي عبر توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة. من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر تامر صلاح، أوضح أن كافة المعارض تقدم سلعا غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20-30%. احنا معرض اهلا رمضان في محافظه الاقصر في مدينه الاقصر، وجاري افتتاح 7 معارض اخرى رئيسيه في باقي المدن للمحافظه. يمكن بكره ان شاء الله هنفتح في مدينه اسنا، بالاضافه ان احنا اتفقنا مع السلاسل التجاريه والمحلات الكبرى لاقامه شوادر امام محلاتهم او تحديد ركن في الاركان بتاعه السلاسل التجاريه او المحال لعرض السلع بأسعار مخفضة وأسعار عادلة. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى محطتنا الاقتصادية مع الزميلة ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم محمد ونهى، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في تنسيق الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات إلى البورصة المصرية. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع عدد من المسؤولين لمتابعة خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشؤون الاستثمار في مصر. وشهد الاجتماع استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية المقررة الشهر المقبل، التي تأتي استكمالا لبرنامج الجولات الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي لتحفيز الاستثمارات. شهدت حركة الملاحة بقناة السويس عبور أكبر مكتبة عائمة لوجوس هوب لقناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة إلى ميناء العقبة في الأردن. وتعد المكتبة العائمة هي الأكبر من نوعها، وتتكون من 9 طوابق، ويبلغ طول السفينة 132 مترا ونصف المتر، وعرضها 21 مترا، وغاطسها 16 قدما ونصف القدم. وترفع السفينة علم مالطا وتبلغ حمولتها الكلية 14,000 طن. من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الاستراتيجي المتميز لقناة السويس يجعلها وجهة رئيسية لعبور جميع أنواع سفن الأسطول العالمي، في حين أعرب إدوارد ديفيد المدير العام للمكتبة العائمة لوجوس هوب عن سعادته بعبور السفينة لقناة السويس في وجهتها إلى الأردن بعد زيارتهم الناجحة لميناء بورسعيد.
تعد بني سويف أولى محافظة الصعيد إنتاجاً لمحصول البطاطس الحمراء، وشهدت قرى المحافظة انطلاق عمليات الحصاد، وتعتبر قرية بني قاسم التابعة لمركز بابا مركزاً لتجميع البطاطس الحمراء المعروفة باسم روزيتا، وهي أشهر أنواع البطاطس التي تنتجها القرية ويتم تصديرها. وسط بهجة وفرحة كبيرة من المزارعين، شهدت محافظة بني سويف حصاد محصول البطاطس الحمراء، حيث يعتبر يوم الحصاد يوم عيد بالنسبة للأهالي. هنا في قرية بني قاسم بمركز بيبا جنوب المحافظة، عبر المزارعون عن فرحتهم بالحصاد، حيث تعد القرية من أوائل القرى داخل المحافظة في زراعة البطاطس الحمراء. أي مزارع بيطلب أي معلومة عن الإرشاد الزراعي ما بنبخلش عليه بيها. أما بالنسبة لمحصول البطاطس عامة، إحنا خاصة بنتابع المزارع من أول ما بيستلم التجاوب بتاعته من التاجر اللي هو بيتم التعاقد معاه، بنوريه طريقة الفرز إزاي، وطبعا بعد كده بنعمل له محاضرات بيحضر معايا، طبعا بنجمعهم في اي مكان ما، بنرشدهم على طرق الزراعه، بنرشدهم على مكافحه الافات، بنرشدهم على مكافحه الامراض، بنرشدهم على استخدام الاسمده، بنرشدهم على استخدام المبيدات والحد كمان من استخدام المبيدات، وبنمشي معاه خطوه بخطوه من اول تاريخ الزراعة لحد يوم الحصاد. موسم حصاد البطاطس الحمراء يعد من المواسم التي تشهد رواجاً في توفير المزيد من فرص العمل، مع احتياج أصحاب الحقول للعديد من العمال خلال تلك الفترة. نشكر الرئيس لأنه أكد على الجمعيات وزارة الزراعة أن هي ينزلوا لينا. إحنا كنا بنرمي بفترة في الزرع، لكن هم بنسب، بندي بنسب، وبننتظر محصول البطاطس ده من السنة للسنة، لأن هي فرحة لينا. وبالنسبة للسنة دي محصول حي ما شاء الله على النسب اللي هم عاطيانا، نسب للفطر ونسب للمغذيات وكل حاجة والبوتاسيوم. النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من المحاور الاستراتيجية التنموية العامة لمحافظة بني سويف، حيث تم تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها على أرض المحافظة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية. وفي سوق المال، أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,063,000,000 من الألف جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16,440 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2,992 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4,457 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، ارتفعت الأسهم مدعومة بموجة جديدة من المكاسب لأسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون بيانات من المنتظر أن تظهر تحسنا طفيفا في نشاط الشركات بمنطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1%، كما ارتفع سهم راين ميتال الألمانية للصناعات الدفاعية بنسبة 1.2%. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد عبد ونهى توفيق، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى. عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة ووهان الصينية بعد 3 أعوام من فرض حجر صحي صارم على المدينة التي انطلق منها وباء كورونا. كما رفعت الصين بصورة شبه كاملة في ديسمبر الماضي القيود الصحية المفروضة، وذلك بعد سنوات من الإغلاق والحجر الصحي الإلزامي وحملات لفحوص كشف الإصابات. الحياة تعود إلى طبيعتها في ووهان، تلك المدينة الصينية التي انطلق منها وباء فيروس كورونا قبل 3 سنوات ليحصد آلاف الأرواح من سكانها والعالم. ووهان المدينة الواقعة وسط الصين والبالغ سكانها 11 مليون نسمة، كانت قد سجلت في نهايات عام 2019 إصابات بفيروس مجهول قبل أن تتطور الأوضاع
وتصل إلى فرض حجر صارم بالمدينة والعالم أجمع. الحياة عادت من جديد إلى ما كانت عليه في معظم دول العالم وفي الصين أيضا، وبعد 3 سنوات من الإغلاق والحجر الصحي الإلزامي وحملات الفحص، رفعت الصين القيود وأصبحت ووهان خالية من الفيروس. مع قدوم رأس السنة القمرية الجديدة عرفت الاحتفالات طريقها إلى المدينة، وخرج السكان إلى الشوارع والمتنزهات بعد أن اضطروا للبقاء في منازلهم لشهور طويلة. ورغم تسجيل الصين لإصابات ووفيات جديدة بكورونا، إلا أنه على وقع الاحتجاجات المتواصلة من السكان ضد سياسة الحكومة صفر كوفيد، تغيرت الأمور بعدما تخلت السلطات عن تشددها ليتنفس الجميع الصعداء. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة 9 مع زميلتي ليلى عمر، تفضلي. شكرا لكما، ونتابع أهم وآخر الأنباء الرياضية. فاز فريق الأهلي على نظيره البنك الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الممتاز. هذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 12 نقطة في المركز 16. وفي نفس البطولة خسر فريق الزمالك أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسة بطولة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة توقف رصيد نادي الزمالك عند 26 نقطة محتلا المركز الخامس، في حين رفع غزل المحلة رصيده إلى 25 نقطة محتلا المركز السابع. هذا وقد قرر مجلس إدارة الزمالك تعيين أسامة نبيه في منصب المدير الفني للفريق بدلا عن البرتغالي فيريرا، موجها الشكر للأخير ولجهازه المعاون من المدربين الأجانب. حسم التعادل الإيجابي لقاء فيوتشر ضد نظيره المصري البورسعيدي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 15 من منافسات الدوري المصري الممتاز. بهذا التعادل رفع فيوتشر رصيده من النقاط إلى 31 نقطة محتلا وصافة الدوري الممتاز، بينما أضاف المصري البورسعيدي نقطة إلى رصيده ليصبح 20 نقطة في المركز الثامن في جدول الترتيب. فاز نادي بيراميدز على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في استاد الإسكندرية في إطار منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة ارتقى رصيد بيراميدز لنقطة 30 محتلا المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سموحة في المركز 11 ب16 نقطة. يواصل منتخب مصر للشباب من مواليد 2003 ميرانه اليومي بمعسكر الإسماعيلية استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة والتي تقام في مصر خلال الفترة من 19 من فبراير حتى 12 من مارس المقبلين. وأدى لاعبو منتخب مصر للشباب تدريبات بدنية في صالة الجيمنازيوم ضمن تدريباتهم اليومية، والتي تبدأ يوميا عند 3:30 عصرا على الملعب الفرعي بفندق الإقامة بالإسماعيلية استعدادا للبطولة. يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد رجال مباراة مع نظيره السويدي عند 9:30 من مساء الغد في إطار ربع نهائي بطولة العالم في نسختها 28 المقابة في بولندا والسويد، وتستمر حتى يوم 29 من يناير الجاري. يسعى المنتخب الوطني لكرة اليد لتحقيق إنجاز قوي في لقاء الغد بدخول المربع الذهبي والتفوق على السويد، مثلما نجح في تحقيق الفوز في آخر مواجهة جمعتهما بنتيجة 27-22 في أولمبياد طوكيو الأخيرة
التي حصد خلالها الفراعنة المركز الرابع. هذا وشارك منتخب مصر 17 مرة في بطولة العالم لكرة اليد، حيث حقق المنتخب مراكز متقدمة في عدد من البطولات. ختام جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لمحمد ونهى، إليكما. شكرا جزيلا لك ليلى. أظهرت لقطات تلفزيونية عمانية قمة جبل الشمس في سلطنة عمان وهي مغطاة باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج عليها. وبحسب سجلات لدائرة الأرصاد الجوية العمانية، وصلت درجة الحرارة إلى درجتين تحت الصفر إلى أعلى جبل في عمان، ومن النادر أن تغطي الثلوج هذه القمة التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. والآن مشاهدينا إلى الأحوال الجوية والطقس تستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة ليلى. مرة أخرى إليك ليلى. شكرا جزيلا لكم، ونتابع معكم أهم وآخر أنباء الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية من القاهرة والعظمى فيها 21، الصغرى 11، الإسكندرية 21 11، مطروح 19 11، بورسعيد 20 13، الإسماعيلية 21 9. نتحول إلى السويس 21 10، العريش 20 10، طابة 20 10، شرم الشيخ 24 15، الغردقة 23 13. أما في الأقصر فالعظمى 24، الصغرى 9، أسوان 26 11، الوادي الجديد 24 6، شلاتين 25 16، وأخيرا حلايب 23 17. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وأترككم الآن مع أبرز لقطة لهذا اليوم. Young female
بلقطة اليوم تنتهي نشرة التاسعة. بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يصل نيودلهي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية. رئيس مجلس الوزراء يتابع آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ. بسبب قضايا فساد في توريدات الجيش، إقالات واستقالات تعصف بالحكومة الأوكرانية. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الآن مع يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. ازيك يا نوح؟ ازيك يا محمد؟ عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. إيه رأيكم في زيارة الرئيس للهند النهارده؟ قمة مهمة جدا، قمة مصرية الهندية، وأظن هيبقى ليها تداعيات على الصعيد يوسف السياسي والاقتصادي والاستثمارات كمان الهندية المباشرة في مصر. طبعا صحيح. وموضوع الصعيد الاقتصادي ده برضه مهم قوي جدا صحيح. خالص اليومين دول بالزبط. بس هو الناس تاخد بالها، بس الناس صحيح. تاخد بالها زيارة أكتر من مغزى حقيقي صحيح. زيارة شديدة الأهمية. على كل هيبقى لنا كلام حول زيارة الرئيس النهاردة لنيو دلهي يعني، ولكن زي ما يقولوا بعد الفاصل بعد زي ما يطلع. شكرا يا جماعة، كل التوفيق، وأستأذنكم نبدأ فقراتنا.